ويكون من الفائزين كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدار يبقى من الفائزين والناجين. ربنا سبحانه وتعالى ورانا الطريق. فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل شنو؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب لو ملاحظين يا أخواننا إنه الآية دي اشتملت على أمر ونهي، أمر ونهي، والاثنين لابد العبد يمتثل الاثنين مع بعض، يمتثل الأمر وكذلك يمتثل النهي فيما نهى الله تعالى عنه. لو العبد امتثل الأمر في الجزئية الأولى من الآية وما امتثل النهي في الجزئية الثانية ما بيكون من الناجين، لابد الاثنين يكونوا مع بعض. عشان كده ربنا جاب مع بعض طوالي. فليعمل عملا صالحا ده الأمر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ده النهي، يكونوا الاثنين مع بعض. طيب ما هو العمل الصالح؟ ما ربنا قال فليعمل عملا صالحا، يعني الدار ينجو يعمل عمل صالح. طيب سؤال، العمل الصالح ده هو شنو ذاته؟ لو ملاحظين الجملة دي اشتملت على حاجتين: عمل وصالح. ما بينجي العبد يوم القيامة إلا يكون صالح. لأنه لاحظوا يا أخوانا ربنا في سورة النور قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآية دي يا أخوانا لو لاحظوا لها فيها إنه الكفار بيعملوا، ولا ما كذا؟ ما قالوا والذين كفروا أعمالهم، إذن عندهم عمل، لكن عملهم ده زي شنو؟ الله قال زي السراب. السراب ده في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، عندهم أعمال كثيرة جدا وقايلين نفسهم يحسنوا صنعا، لكن يجوا يوم القيامة ما بيلقوا أي حاجة. ليه؟ لأن العمل ما كان شنو؟ ما كان عمل صالح. جزاكم الله خير. طيب هنا طوالي سؤال يا مولانا، العمل الصالح ده بيبقى صالح كيف؟ ما هو العمل أثبت إنه في عمل. طيب بيبقى صالح كيف العمل ده؟ العلماء قالوا عشان العمل يبقى صالح وينجيك يوم القيامة لابد يتوفر فيه شرطين اثنين، شرطين اثنين بس، والشرطين دين بأدلتهم، يعني ما سهل، شرطين اثنين وما ينفع إلا يكونوا مع بعض الشرطين سواء. إذا توفروا كده العمل بيكون صالح، إذا الاثنين اتفقدوا العمل ما صالح، إذا واحد منهم اتفقد برضو العمل ما صالح. الشرطين دين شو يقولون؟ الشرط الأول قالوا الإخلاص. الشرط الأول شنو؟ الإخلاص. طيب ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص ذاته هو شو؟ الإخلاص يا أخوانا إنه كل ما تتقرب به لله يكون خالص لله عز وجل. لا أسويه للبشر ولا أسويه عشان تلقى من وراه مصلحة معينة. الآن أنت جاي من بيتكم، جاي الجامعة تصلي. جاي تصلي لمنه؟ لله تبارك وتعالى. إن أنت جاي تصلي عشان يقولوا حاج فلان جل له صلاتك ما مقبوله، لانه ما خالص لله تبارك وتعالى. ان جاي تصلي عشان في مال معين يدوب لك في قروش بتستلمها بعد الصلاه، انت صلاتك ما مقبوله ولا عملك ما مقبول، لانه ما كان خالص لوجه الله عز وجل. الدليل على الشرط ده الدليل قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
العبادة لابد تكون فيها إخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. والزول الماء اللي بيبقي شرط الإخلاص من يوم القيامة ما بيبقي حاجة، بل يقوم من أصحاب النار. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث ده كان أبو هريرة لما يحدث به الناس يخشى عليه وينعش في الوطن، لأنه الحديث صعب. الآن حتسمعوا وشوف صعوبة هذا الحديث. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول ثلاثة يفتتح بهم النار دي، يسعر بها نار جهنم يوم القيامة، ثلاثة أصناف من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قارئ للقرآن ومجاهد في سبيل الله ومنفق في سبيل الله. يا اخوانا الاعمال دي سمحة ولا كعبة؟ سمحة، لكن تعالوا نشوف اصحابه كم يعملوها كيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بقارئ القرآن اللي هو ما في حساب هنا شغلة مسألة، فيقول الله تعالى له: ألم أنعم عليكم؟ القرآن ما نعمة من الله، مش أنا عمت عليك وحفظتك؟ فيقول: نعم يا رب. فما عملت بها؟ عملت شنو بالنعمة دي؟ القرآن سويت شنو؟ قال: يا رب كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار، بقرأ بالليل وبالنهار وبقرأه وبصلي بالناس وبقرأ القرآن. قال: فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك فعلت ذلك لكي يقال فلان قارئ. قلت الورطة وين؟ كان بيقرا لشنو؟ عشان الناس يقولوا: يا سلام، الله مولانا صوته سمع، مولانا حافظ قرآن. إنما فعلت ذلك لكي يقال فلان قارئ وقد قيل. قالوا لك شو داير انت؟ قالوا لك في الدنيا. قال: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. ده زول حافظ القرآن من البقرة للناس، لكن ما حافظه يا الله، حافظه داير لك الفقر يا شاك، ولا حافظه داير الناس يقول: يا سلام مولانا دين تسوي، مولانا هداية، مولانا صوت تسوي. شفت الورطة؟ الثاني المجاهد في سبيل الله برضه نفس السؤال، يسألوا: أها عملت شو؟ قال: قاتلت فيك يا رب حتى استشهدت أو استشهدت. قال: فيقول الله تعالى له: كذبت، لكنك فعلت ذلك حتى يقال فلان شجاع. يقول لك شجاع، وقد قيل فأمر به حتى ألقي في النار. والثالث برضه نفس الحكاية، المنفق كان ذول بيدفع بيبني المساجد بيعمل عمل خير وما بيتكفل باليتامى والمساكين، لكن الشغل ده ما مسوي له الله. قال له: إنما فعلت ذلك لكي يقال فلان كريم، عشان الناس يقولوا: يا سلام أما كريم والله بيدفع وبنى الجامع وكان بيحب الكلام ده. شفت الكلام ده خش النار عياذا بالله. يبقى يا اخوانا لابد من الإخلاص. ما تعمل لك عمل بتاع الله تبارك وتعالى بيتقربوا بلي الله ما تسوي للناس أصلا، ولا تبتغي به شيء من الناس. شوف في صورة الإنسان وصورة الإنسان، في صنف من الناس شوف ربنا أثنى عليهم، ربنا قال شنو؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجه وسرور في القلب، لأنه كان يسوي العمل ده ليه؟ ابتغاء وجه الله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ما لا يريد منكم شيء ولا شكور ولا لأنكم تشكرون، إنما العمل ده بنعمله لله، بنأكل المساكين وبنأكل الفقراء والمساكين ونأكل الأكل السمح، نبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ربنا شوف أثنى عليهم كيف، وقال: لقاهم نظرة وسرورا، الله يوم القيامة دخلوا الجنة. شفتوا أخوانا أهمية الإخلاص. الإخلاص ده الشرط الأول، إن فقدته العمل ما صح ولا بينفع. والله إن صليت 1000 ركعة في اليوم لو ما مخلص لله ما بينفع كلام. طيب الشرط الثاني، العلماء قالوا
أن يكون العمل وافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يكون العمل موافق تماما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. دليل الشرط ده شنو؟ دليل في الصحيحين البخاري ومسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد. حديث انتهى. أربع كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم تحل بها مشكلة أمة كاملة. من عمل أي زول لأنه من دي من صيغ العموم أي زول يعمل عمل عشان يتقرب به لله تبارك وتعالى العمل ده ما موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما سوى النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو رد. رد يعني شنو؟ مردود على سيده. ولو عمل ما عمل ولو سوى ما سوى يوم القيامة ما بيلقى أي حاجة والعمل ده ما بينفعه قدام الله تبارك وتعالى لأنه كان بيعمل أعمال وبلاه من رأسه سايب ما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيعرف فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا إما بيعملها من رأسه يا إما بيعملها لأنه شاف الناس بيعملوها كده. الدين ما بينفع الدين ما بالتقليد ولا بأنك قمت ولقيت أبهاتك كان بيسووا في جنود أو الناس بيسووا في جنود. لا 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 الدين ما كده. الدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسووا في جنود ليه هو بيقربك لله تبارك وتعالى. الشرطين دي يا اخوانا لابد يتوفر. لو واحد من الاثنين دول فقد العمل ما يكون صالح ابدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. طيب واحد يا اخوانا عمل عمل صالح يتوفر فيه الشرطين. عمله ده كان مخلص لله تبارك وتعالى وموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما تنسوا لسه في نهي ما جيناه. يعني بعد ما الاثنين ديل يتوفروا في حاجة لابد زول ما يقع فيها. يا ده قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما يجعل في العبادة شريك لله تبارك وتعالى أبدا. طيب يا اخوان هل ممكن الإنسان يعمل عمل صالح ويكون مشرك؟ كيف لا؟ لو قلت لا وانا يبقى لسه الآية ما وقعت عندكم كويس. لا بد تقولوا ممكن. ايوه ممكن. ما قبل شوية قلنا الجزئية الأولى لو تحققت العمل بقى صالح. لكن ما حقق الجزئية الثانية ولا يشرك بعبادة ربه أحد. طيب واحد ممكن يكون عمله صالح لكن وقع في شرك. الشرك ده يقوم يعمل للعمل الصالح شنو؟ يمسح ينتهي منه تماما. شوف الشرك ده يحدث العمل. ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاه والسلام وده اشرف الخلق وسيدنا كلنا عليه الصلاه والسلام. ربنا قال قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك يا منون يا منون يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كل رسل الأنبياء عيسى وموسى وداود وهارون وإبراهيم وإسحاق كلهم عليهم الصلاة والسلام لئن أشركت بيحصل شنو؟ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في زول يا اخواننا فينا عنده عمل يقول العمل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والله ما في ولم نحصل نصه ولا ربعه ولا ثلثه ولا اقل من كده. شفت العمل بتاع الرسول الكثير ده السمع زي ما في ده. الله قال له ان وقعت في الشرك كله حيحصل. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم هل ممكن يقع في الشرك؟ ابدا والله ما بيقع في الشرك. لكن ده يقول تنبيه لنا نحن المساكين دول. النبي صلى الله عليه وسلم الله غفر لك ذنوبه كلها. لكن ترى انا وانت وعمنا ذات واخواننا دول فلسه ما في زول فينا عارف يمشي وين؟ لا 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 يبقى ربنا بينبه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اشرف الناس ومع انه ما بيقع في شرك عشان ننتبه نحن ذيل نحن ذيل ننتبه. طالما الله نبه الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى قولا انه نحن ننتبه. في سوره الانعام في سوره الانعام ربنا ذكر 18 نبي.
18 في سورة الأنعام كله أخيار مرات. في نهاية الآية الله قال ولو أشركوا ليل لم يذل كان وضعوا في الشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو وضعوا في الشرك عملوا كله حيحرم. طيب هنا في سؤال طوالي بيجي يا مولانا الشرك له شنو ذاته ولا ما كنت زي ما قلنا العمل الصالح هو شنو؟ طيب نعرف الشرك ذاته هو شنو؟ عشان ما نقع فيه. طيب الشرك تعريفه بسيط جدا، ان العباده حقت الله تجعلها لغير الله او تجعلها لله ومع واحد ثاني مع الله. يقول الكلام ده واضح؟ عباده حقت الله تديها لغير الله او تديها لله ومع واحد وتديها لواحد ثاني برضه مع الله. إذا أنت وقعت في شرك وقعت كده في شنو؟ في شرك. لأنه شرك الآن في الدنيا لأنه مريض فلان شريكي يعني مشترك معي مش كده؟ هل ربنا سبحانه وتعالى له شريك؟ أبدا. أصلا لا يمكن الله عز وجل يكون له شريك ونفى عن نفسه شريك في القرآن. ربنا ما عنده شريك يا إخوان وما محتاج. ربنا خلق السماوات السبع والأراضين طب السبع تبارك وتعالى وخلقنا نحن وجعل لنا الاكل وجعل لنا المويه افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون الزراعه دي الله طلع علينا افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون وجعل لنا ازواج وجعل لنا بنين افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كل ذا أخوان ربنا جعله له، ما في شريك مع الله في المواضيع إطلاقا نهائيا. ما في شريك مع الله تبارك وتعالى. طيب 200 العبد يقع في الشرك و200 يكون مشرك. قلنا إذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله أو أداها لله وأداها لواحد ثاني مع الله. طيب كده ناخذ إشارة. من العبادات اللي يقرب بها العبد لله تبارك وتعالى عبادة النداء. عبادة شنو؟ النداء. شوفوا أول حاجة الأنبياء يا إخوانا في القرآن أكم ينادوا منه؟ ينادوا الله. إذا نشوف الآيات من القرآن سورة الأنبياء مثلا ربنا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بعدها بآيتين وذنون ذنون ذنون يونس عليه السلام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نادى منو؟ نادى الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدها تالي وزكريا زكريا ذنون رسول عليه السلام وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب نادي لا تذرني فردا. هنا في سورة مريم ربنا قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس ذكريا كان ده شنو يوم لما نادى ده يبقى جنة ما عنده جنة ده جنة والجنة ده بيسألوا منه بيسألوا طيب كواحد الناس يسأل غير الله الجنة يبقى مجرم ولا ما هو مجرم مش كده إن قال لك والله إني أنا زورت فيك الجنة هذا كيف مجرم ولا ما هو ما بدي مش كده الجنة بدي منه بدي الله عز وجل. شوف زكريا عليه السلام شوف نحن شوف انت اذا الله ما اداك جنب اول حاجه ما تمشي لزوجك امشي للدكاتره الدكاتره ان فهموا كمل وما قدروا يعالجوك انت او يعالجوا زوجتك بعد ما تمشي ثاني لاي زوج ترفع يديك لمنو؟ لله. انت شوف زكريا عليه السلام لما فقد الجنب هل مشى لزوج؟ لا. اذ نادى ربه نداء خفيه يعني شنو يا ابن؟ الحماة في الأرض بينه وبين الله إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي
إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. شو بيشكو حاله؟ يلا أنا كبرت العظم خلاص انتهى، والرأس يتملى شيب. يخلنا نظرنا ما العظم ينتهي يكبر والرأس يتملى شيب. في الغالب ما بيلبوش، في الغالب الدليل الثاني ده في الغالب ما بيلبوش. لكن شوف زكريا قال اشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. عاقر يعني شو؟ المقتل. يبقى يا أخوانا كل الأسباب بتاعت الولادة انتفت عن زكريا، كبير في العمر والعظم انتهى خلاص، والرأس اتملى شيب، والمرأة عاقرة أصلا، عاقرة مقتل. مش الأسباب بتاعت الولادة كلها انتهت؟ ما مشى لها أي حدود، لا مشى لصالح، لا مشى لرسول، لا مشى لبني، لكن رفع أمره للملك ده الكريم تبارك وتعالى. أما داوى ولا ما داوى؟ قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله داوى وسماه له كمان، وسماه اسم قال لم نجعل له من قبل سميا. أصل ذول اسمه يحيى، قربان يحيى عليه السلام ما اسم يحيى ذاته ما كان. شوفوا يا اخواننا الله انت هداية كل هاي ما تمشي لزول، ما تمشي لزول. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هو مش مشي لزول، إذا دعاني هو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن عندك حاجة أسأل الله تبارك وتعالى، ما تمشي لأي زول. واحد يقول لك طيب يا مولانا ما الصالحين ده؟ إن مشينا لهم يسألوا لنا الله. أنت ما تسأل من خليك، أنت ما بتعرف تسأل الله. طيب ما مشكلة، ما في مشكلة، ما مشكلة يا عم، الدرجات دي ما في مشكلة. لكن الله قال إذا دعاني أسي أسي أنت أسي رفعت يدك يا الله تبارك، اسمع ولا ما بسمع؟ اسمع، ما بقدر بيقول ما بسمع، مشكلة؟ بيديني الحاجة الدائرة ولا ما بيديني؟ يا اخوانا سبحان الله، أنا دي كده في الدنيا سالك ولله المثل الأعلى. الآن أنت لو داير تمشي تسأل لك مسؤول حاجة، واحد من المسؤولين زول كبير مثلا، داير تمشي تسأله حاجة، داير لك بريشات، داير يشتري لك بالأطلاقة، أو داير يشتري لك عربية أو أي حاجة. إذا مشيت أنت براك ورسلت له زول، هل كل واحد؟ ما واحد والله. الزول اللي بترسله ده مهما توريه ومهما تشرح له ما زي لما تمشي انت براك، مش كده؟ لانه انت لما تمشي براك بتقدر تشرح حالك، بيشيل انت خدتي في راسك اصلا، مش كده؟ لكن لما انا ارسل له زول، اذا ارسلت زول قلت له اعمل شيء يا فلان، خليه يسوي لي ويعمل لي، مهما وريته ما زي مشيتي انا، مش كده يا اخوانا؟ ولا ما كده يا اخوانا؟ وقاعد تسوي الحته دي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ لحظه يا اخوانا زمان دخلت واسطه ما بدي، وربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن مثلا به خبيرا. احنا والله ما جوا. طيب الشيخ ده قال ما دخلت واسطه الله ما بي. طيب زكريا ما دخل واسطه. زكريا نبي يا اخي نبي. انت تتأسف النبي. ما تأسفوا؟ العبد الصالح ربنا جاوب. تتأسفوا؟ سيدنا موسى سيدنا موسى سيدنا موسى استقبلنا العبد الصالح. سيدنا موسى استقبلنا العبد الصالح. علم منه. ما الناس سيدنا موسى سيدنا موسى نبي استقبلنا العبد الصالح. سيدنا موسى نبي استقبلنا العبد الصالح. عشان ما تشرح لكم عايز احنا ما جوا له. نحن الحمد لله ولا متعلمين. ونعلم ما هو النداء وما هو التوسل. والله نحن نعلم ما هو التوسل وما هو النداء وما هو المزعج. عندك كلامك انت تقول المدير لما تجيب انت انا خليتك في مكتبك طب ما جبت لك واسطه تجيب لو ما جبت لك واسطه معاك قريبك ما تجيب. وربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى ما سوى في العباده ربنا سبحانه وتعالى ما سوى ان نجعل العباده ربنا سبحانه وتعالى فضل الناس التقوى ما فضل صاحب قال خيرهم عند الله الغافل التقوى ذات الياسر يا شيخ التقوى الياسر عشان ما تشتع سالة من هذا الكوهر أو جايب لك تعليم منه والله إنك عندين كويس وانا توسعي وانا نادي لا يقول لنا هو ما بسمع سال ما بسمع سال ما بسمع سال ما هو حاجة هم حاجة ما عندنا شيء نقول لنا عباد الله ما هو الشرك من عمل صالحا
فلنفسه. يا أخو رينا الشرك ما هو الشرك ذلك عليها. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.